تحس ابدا في غرور ولا تكبر عندهم او كل يعني هي غربة معنا صح بلدك. يعني احنا لدرجه انه صرنا يا جماعه مثلا كثر ما شاء الله ما سافرنا على السعوديه يعني صرنا توصل فينا المرحله مثلا المره الجايه بس نروح خلاص ننزل من الفندق نركب تاكسي نقول له مثلا اخذنا على المول الفلاني نحفظ مطاعم او اي شيء بالضبط يعني عفوا على المول معين مثلا واحنا نروح هناك ونقدر نروح يعني صرنا خلاص من اهل البلد. فانا طبعا انا كثير مشتاقه تقريبا صار لي سنه ما رحتها ف وانا عن جد يا ريت يعني لو في سفر يا ريت نروح هيك وكمان من الشغلات يعني طبعا احنا يعني كيف بتتميز السعوديه عندهم كمان من الشغله اللي انا بحبها طبعا احنا يا جماعه هلا عادات السعوديه قديما كثير كثير كثيره كثير كثير كثيره بس احنا حابين نحكي عن عاداتهم هلا يعني اللي احنا بتعجبنا بالسعوديه. يمكن في شغله انتم تستغربوها بس كمان عندهم انه مدارس البنات البنت بتقدر انه تشتري الحجاب وهيك يعني في عندهم كثير خصوصيه للمراه بيعطوا للمراه يعني برايفسي كثير بنات طبعا طبعا مش مختلطه يعني كل البنت ماخذ راحتها بالمدرسه يعني وطبعا يعني ما ممنوع يعني بيكون في حمايه لكل شيء وغير هيك كمان يعني صراحه انه اغلب وحتى طبعا بالجامعات كمان هذا الشيء وكمان انه ما عفوا انا لخبطت معلومه ثانيه محلي ما حكيتها. فكمان في شغله انه بالسعوديه عندهم انه تقريبا يعني كثير عطل يعني فاهمين يعني عايشين حياتهم صح. مثلا بعرف انه هم مثلا اذا احنا كنا بعطل مثلا احنا بنداوم قديش 6 شهور هيك تقريبا حتى بعد العطله مش بيكون في عيد بشهر 9 او 8 يعني نص او عندهم بيداوموا بعدينا بيداوموا بعدينا فاني انا احسن وكمان ايش كنت بدي والله في معلومه مهمه وراحت عن بالي تذكرها. طيب نرجع لك معتصم كم من يعني في عندك اهل ساكنين بالسعوديه مين هم مين خالي قربك خالتك في كمان حدا ولا بس خالتك تروح بتزورها حلو كثير. طيب طبعا بنذكركم مشاهدينا اتصلوا علينا على الارقام الظاهره اسفل الشاشه وعشان تحكوا لنا ايش ما بدكم عن السعوديه وتهنوا الجمهور عفوا تهنوا الشعب السعودي وغير هيك تقدموا تحايا لمين ما بدكم من اصدقائكم بمناسبه اليوم الوطني السعودي. طيب بتحب تحكي لنا ايش تسمعنا ايش هي عن السعوديه؟ يلا محضر الورقه شكلها انت طبعا لابس اليوم كمان يعني زي من ازياء السعوديه طبعا هذا لبس الرجال عندهم بالسعوديه كثير حلو عن جد. اليوم عيد وجعلها اعيادنا تزيد في ظل سلمان عسى ايامنا عيد. يوم الوطن ما فيه لا شك ترديد حب الوطن في الدين واجب له نقيد. يا منبع الاسلام فيك الاواليد ما شاء الله عليك. طبعا اكيد يعني تحيه كمان لملك السعوديه تحيه كثير كبيره لكل العائله الملكيه اللي بالسعوديه طبعا. وناخذ اتصال. مساء الخير روان. مساء الخير يا روان. الو يا اهلا. لازم توطي صوت التلفزيون. سمعينا من التلفون. ما كان في هذا تغطية وتعلي صوتك. ألو روان احكي لنا أول إشي بس قبل ما نسألك عن السعودية إيش معنى اسمك يا روان؟ مش روان اسمي روان. نعم اسمي رواسي. رواد كأنه رواد. طيب من وين عم تحكينا؟ من السعودية أو صوتها سعودي أنا حسيت؟ وأنا ممكن أو بلد. وفي كمان اللي كنت أحكي إنه في بالسعودية يعني في مثلا أهل منطقة بيحكوا أحبت بالسين. بيحكوا أحبك. في بيحكوا أحبك. زي ما حكيتي كل منطقة بيختلف عن الثاني بالأواعي بالعادات والتقاليد فأكيد كلامهم رح يتغير. أنا وأمل ونغم ومعتصم بنحبكم مرة. هاي كمان في عندهم كثير يعني ومرة وايد وبس صح؟ وبس. طيب احنا تاخذي اتصال؟ اوكي ماشي. السلام. طيب معنا غلا. مساء الخير يا غلا.
غلا مساء الخير. طيب راحت غلا، مش مشكلة يا غلا، ارجعي اتصلي معنا، رح نكون سعيدين بسماع صوتك. طيب ايش كنا كمان عم نحكي عن السعودية والكلمات كلماتهم طبعا. ايش انت بتعرف اشي تاني كمان في السعودية؟ يعني اشي تاني يعني انت بس كلمة، يعني بس كلمات ما بتعرف مثلا تحكي سعودي؟ بعرف بس خفيف. يعني تتعلم. يعني بتسافر على السعودية بتصير تلقط لك من هون كلمة أو كلمة فبتتعلم. طيب شكرا لاتصالك. لا شكرا لوجودك معنا يا معتصم. وإحنا كمان بسطنا معك كتير، وهيئة السعودي صح بس ممزوج بنكهة أردنية. أهلا وسهلا فيك معتصم، ونورتنا من بعد ما شفنا معتصم. طبعا في شغلة كتير ضرورية إنه السعودية معروفة بالحنة، وهاي طبعا اليوم يعني إشي إحنا مبسوطين كتير عنه بحل في حستناها سنني. فاليوم في إنسانة يعني رح ترسم لنا حنة سعودية، فخلينا نروح فاصل صغير ونرجع نستقبلها معنا. خليكم معنا مع الحنة. رجعنا لكم مشاهدينا، وانضمت لنا الرسامة المبدعة سلمى الغزاوي. احنا سلمى، كيف حالك؟ تمام. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. بداية عارفين عن حالك سلمى وعارفي المشاهدين لو سمحتي. تمام. حكيتي اسمي شيماء الغزاوي. انا حاليا طالبه جامعيه بدرس بجامعه العلوم والتكنولوجيا. مش عارفه صوتي واضح ولا لا؟ لا واضح. تمام. هاويه حنة لسه ببداياتي، وبشتغل فيها، كانت بلشت موهبه وبلشت اشتغل فيها. ما شاء الله. طيب السؤال اللي يعني طول خطر لي، كيف قدرتي يعني انت يعني توثقي بين تخصصك ورسم الحنة؟ طبعا رسم الحنة اولويتي. عنجد؟ لا طبعا بمزح، اكيد دراسة هي الاولوية بالنسبة لي، واوقات فراغي يعني بتعرفوا الحنة يعني زي ما معروف بالنسبة للكل، يعني متى انتم بتكونوا بتدوروا على ناس ترسم لكم حنة وهيك؟ اعياد، اعراس، يعني بالعادة هاي بتكون بالويك اند، بتكون بال يعني بالعطل، اعياد وعطل وهيك، فيعني مش حتكون بتأثر. طبعا اكيد يعني احنا نعرف انه كل الناس يعني اللي بيروحوا على السعودية بيرجعوا يا اما محنيين او يرجعوا معهم حنة، لانه هذا من تراثهم. فاحنا كمان يعني اليوم مبسوطين كثير. وهي طبعا بلشت لحنان، هي بتقولك انه هي ببداياتها، اذا هيك ببداياتك يعني. لا معلمي واسمكم. ما شاء الله. طيب تفضلي حنون. ايش فوائد الحنة؟ انا نفسي اعرف يعني هذا السؤال، بس انا مش حابه احكي لك. لا بمزح طبعا. في شغله كثير الناس ما بيعرفوها، يعني بيفكروا انه الحنة بس زينه او كذا، يعني بالعكس الحنة شوفوا مبلشة يعني كانوا بيستعملوها من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام. وبداياتها أوكي كانت زينة بالنسبة للنساء، بس كانت فيها كتير يعني جوانب علاجية، يعني كانوا يستفيدوا منها مثلا لتشققات الرجلين، لما كان يصير في التهابات أو تقرحات الجلد كانوا يستخدموا الحنة. غير هيك الحنة للشعر، يعني وهي الشغلة الكل عارفها بس يمكن ما بينتبهوا للشعر. أتوقع بالضبط هي اساسا الحنة انواع، يعني معروفة هاي الشغلة انه في الحنة الحمراء وفي الحنة السوداء. واذا احنا بدنا نحكي عن الحنة وعن السعودية، فالسعودية يعني الحنة اساس عندهم. يعني زي ما تحكي موروث متأصل فيهم، يعني بكل العرب، بس انه السعودية يعني او بلد الخليج موجودة كتير عندهم. حلو كتير. طيب رح تبلشي بحنان ترسمين، هاي انتي بلشتي. لعبين ما ناخد اتصال. ألو مساء الخير. طيب اتصال جديد. ألو مساء الخير.
نحكي لها المعلومه. الو مساء الخير. طيب راح الاتصال بس كثير حلو. يعني هلا انا عندت ان شاء الله من متى انت يعني بلشتي بالجنة؟ قديش عمرك كان؟ هلا مبدئيا يعني مش تعلمتها اساسا بس ناخذ اتصال. اوكي تمام باخذ معكم باخذ عنك عادي. ريم من الطائف مساء الخير. الو مساء الخير يا ريم. الو ريم سامعتك تفضلي. الو ريم سامعتك حبيبتي كيفك؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. دوم يا رب. أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. شو بتحبي تقدمي تهنئة للشعب السعودي طبعا شعبك بمناسبة اليوم الوطني لبلدكم؟ أول شيء أرفع أثنائي التهاني والتبركات. أها خلاص. إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. إلى الملك سلمان بن عبد العزيز. وإلى الشعب السعودي كافة. وأدعو الله أن يعيد علينا كل عام وحنا بصحة وسلامة. آمين يا رب. وأشكرك يا أختي خواتي وأهنيكم باليوم الوطني. وإحنا كمان طبعاً أكيد نوجه تحية لكل الناس اللي بالسعودية ولأهلك كمان ولإلك كمان يا ريم وللملك في السعودية. طيب يا ريم احكي لنا. اوكي ريم راحت مش مشكلة. شكرا لاتصالك يا ريم ونورتينا. حنان تاخذ اتصال جديد. اوكي السلام عليكم. السلام عليكم. معنا غلا. وعليكم السلام. كيفك غلا؟ الحمد لله. غلا بتحبي الحنة؟ ايه. طب انت من وين؟ من السعودية. طب يعني إذا بتعرفي معلومات عن السعودية كتير. بدنا إياكي تحكي لنا معلومة عن السعودية أو معلومتين. تفضلي يلا. إنه وطن فيه ناس مسلمين يعني. بس صوتك واطي ممكن تعلي شوي. انه هيك حلو هيك. انه الوطن هنا السعودية مميزة من كل دول انها هي مسلمة. صحيح. طب بتحبي توجهي تهنئة للسعودية او لاي حد انت بدك اياه؟ حم عبودي. لمين؟ طيب راحت غلا. طيب راحت غلا مش بس بدنا نسألك إنه في معلومة بالحنة كانت عندك قلتي لنا عنها قبل الحلقة. اللي هي إنه إحنا جايين أوكي تمام نحكي عن السعودية وعن الحنة بس إذا بنحكي إنه بدايات الحنة أو أصلها من وين جاي فهي أساسا هي من اليمن وبالأساس الحنة هي شجرة. إذا ما حد بيعرف فهي شجرة وبيجيبوا الحنة نفسها من الورق تبع الشجرة بيطحنوه وبخلطوه بمواد ممكن تثبت اللون وبعجنوه بمي وأساس هذا الشجرة وهو موجود بطبيعة الحال بالمناطق الاستوائية وأغلبها باليمن زي ما نحكي وفي بالسودان بس أساسها بلش باليمن. هاي هي بس المعلومة. أنا أحب أسألك هلا أنواع الحنة اللي هو برتقالي وأسود صح في غيرهم؟ بالنسبة للحنة كحنة هي أساساً أحمر فات عليها بعدين بالآخر اللي هي اللون الأسود جديد صار دارج. طبعاً كلهم حلوين
وجديد صار يفوت واصباغ ثانيه. الخمري انا هذيك المره شريت خمري صح. انا بحب الاسود احلى شيء. هو الاسود احلى شيء في النهايه بترجع لكل واحد يعني وذوقه انه هو كيف يعني. حتى كنقوش في ناس بتحب المعجق، في ناس بتحب الناعم، والخلايجة بشكل عام او السعوديين بيحبوا اللي فيه كثير تفاصيل. بالضبط حلو كثير. طب هلا انت كنتي زمان هيك ترسمي ولا تاخذي اتصال قبل ما تسالي؟ الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا حبيبتي، مين معانا؟ ممكن تعرفين على اسمك؟ عموني. كيف حالك؟ نعم هند. من وين؟ اها تمام الحمد لله. طب يا هند من وين عم تحكينا؟ ممكن تعلي صوتك؟ ايوه اسمع صوتي بعيد حبيبتي. طيب اهلا وسهلا فيكي. بتحبي الحنة؟ بخير الحمد لله. واخبارك؟ الحمد لله تمام. بسألك بتحبي الحنة؟ الو اوكي انقطع الاتصال، ارجعي رني. طيب رح نروح فاصل صغير ونرجع لكم. خليكم معنا. طبعاً هي هلأ بلشت ترسم إلي. علي بتيجي زي الإسوارة اللي هيك مربوطة في الأصبع، كتير حلوة. هلأ أنتي بتدرسي وبتشتغلي بنفس الوقت إنه يعني بنحنة. بالضبط. وجديد إنه صار في إلي بيج على الفيسبوك اسمها شيماء حنا، ما بعرف اذا ممكن هلا يعملوا تحت هاشتاج بنزل عليه اي شيء يعني كل شغلي اللي بشتغله وبرسمه، حتى رسماتكم هدول استنوهم اليوم. خلص ان شاء الله. بس عن جد ما شاء الله رسوماتها كثير حلوه. هلا انت كل يعني كل حدا بتعملي له حنا بتصوريه وبتنزليه على الصفحه طبعا بموافقته يعني اذا ما طب انت اول ما بلشتي يعني انت بلشتي هيك ترسمي ولا انه اشياء نامه بعدين انت صرتي لحالك تعرفي كيف او انك تستكشفي اشياء لا هو الشغله يعني بلشت معي انا بالرسم العادي يعني عادي ايدي ماخذه على الرسم، فلما شفت كثير انه بنات لا والله بيحبوا الحنه كثير يعني صارت موضه كثير بحب هاي حسيت فكانت يعني شغلة هيك طلعت فجأة وحبيت انه ايدي ماخدة على الرسم لا بتاخد على الحنة ومن البداية يعني بلشت اطحنها. حلو كتير. طيب احنا بتاخد اتصال لما مكان ماشي هون اسهل لك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلين كيفك؟ الحمد لله بخير، انتي كيفك حنان؟ الحمد لله تمام. من وين عم تحكينا؟ من الجزائر. اهلا وسهلا باهل الجزائر. عندكم انتم مشهور الحنة ولا لا؟ انه يعني بتحبوا الحنة؟ الحنة كثير مشهورة عندنا بالجزائر واغلبها نسويها بالاعياد. بالاعياد يعني. طيب شو رايك بالسعودية؟ الا انا بدي احكي لكم كل عام وانتم بخير. وانت بخير وشكرا لاتصالك حبيبتي نورتينا. نرجع لأمل، وين صرت عمير؟ والله صراحة انا هيك عم بسال زين انا شكلي بغاوز معها يعني فهمت تحبي عملك احنا بس ما كنا عين اما هي كثير احكي حلوه كثير كثير
لا لا ما في إشي بحكي، بس إنه عشان أخذ وأعطي ما أكثر. طيب في عنا اتصال، تاخدينا قوم؟ لا آه يلا خدي نحكي. ألا جرب؟ آه لازم أجرب. شو لا ما شاء الله يعني عندك جرأة، في ناس لما كانوا يجوا عنا على البرنامج يعني يستحوا آه كثير. يلا أحكي ألا. ألا خواتك بستنوا عندي. لو ألا هاي أظن بنين. ألو لا أسوأ. ألو أهلا وسهلا، شكله ولد صح؟ آه. صوت ولد. لا أهلا ليلى. أوكي سوري. ليلى أهلا وسهلا ليلى، كيفك؟ ليلى سمعتني؟ حد يحكي عن ليلى. طب اوكي تمام نروح لرهف. رهف الو. لا رهف ولا ليلى. انا رهف. الو اهلا وسهلا. اهلا وسهلا رهف سمعتني؟ كيفك؟ كيفك حنان؟ انا كيفك؟ الحمد لله. انه هي حكت ايش اخبارك؟ الحمد لله. آه بتحبي الحنة ولا لا؟ اه كثير. طبعا فيش بنت ما بتحب الحنة. تسألي الحنة الحمراء. آه بتحبي الحنة الحمراء ولا السوداء ولا ايش ولا البنية؟ يعني مين بتحبي ترسميها اكثر؟ اها او لونها. الو طيب فوتي على صفحة شيماء وشوفي الرسمات وعن جد رح تعجبك واعملي لها لايك. اعطيني رأيك. اها طيب احكي لنا بتعرفي فوائد للحنة؟ ما دامك انك انت بتحبيها كثير بتحبي؟ اه شكرا. ممكن اوديها تحية؟ اه تفضلي. اه بس ممكن تعلي صوتك؟ احنا اكيد كمان نجيلها تحية وهي كمان بتحبك. طب احكي لنا بتعرفي شو في فوائد للحنة؟ حكتهم اول اشي اذا بتتذكريها او اذا بتعرفي غيرهم. شكرا راح الاتصال. اه متعب. حنأخذ اتصال. اوكي الو السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد لله. ايش اسمك؟ وجد. رند وجد. وجد اهلا وسهلا فيك يا وجد. حلو اسمك يعني غريب. من وين عم تحكينا وجد؟ من السعودية. أهلا وسهلا بأهل السعودية. طيب إيش زي ما حكت نغوم إيش تعرفي فوائد للحنة؟ حكيناها أول الحلقة وتذكريهم يلا. إيش؟ هلا إحنا حكينا بس بلشنا فقرة شيماء حكينا فوائد الحنة، تذكرينا شو هما فوائد الحنة؟ او انك بتعرفي غيرهم يعني. اها هاي رسمتي. طب هلا هذا بنشال. يسلم كثير عن جد الرسمات كثير حلوه. بنشال حابه تحكي شيء كلمه اخيره؟ انه انبسطت بشافتكم كثير ويسلم على الاستضافه الحلوه. ان شاء الله يكون الشات عجبوكم عجبوا الناس. وبرجع بذكر ما بعرف اذا حطوا الهاشتاج تحت انه زوريني على الصفحه حتشوفوا كثير نكشات حلوه وتعجبكم وتعطيكم افكار. يعني بتعرفوا بعد ما صاحت الموضه وهيك بالحنه صارت يعني بتشابه التاتو تقريبا، فانه فيها كثير اشياء حلوه وجديده. حلو كثير. وكل عام وكل السعوديين بالف خير بمناسبه اليوم الوطني السعودي. وزوروها طبعا على صفحتها لانه صراحه كثير حلوه وابداع. حنو تاخذ اتصال. ايوه لمولي لك. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كيفك؟ الحمد. حلل أنا من شوي حكيت معك. نعم. بس عيدي إيش حكيتي؟ لأنه ما سمعت. بدي أحكي مع أمل. أمل بدي تحكي معك. طيب أنا مرحبا. ألو السلام عليكم أمل. وعليكم السلام. يا أهلا، مين معنا؟ كيفك أمل؟ الحمد لله تمام، وأنت كيفك؟ معنا ياسمين، كيفك ياسمين؟ الحمد لله بخير. أمل ممكن توجهي تحية لسجى حماد؟ طبعا أكيد بوجه تحية كثير كبيرة لسجى حماد صديقتي وأختي. طيب طبعا نشكر جنى عويصات ودانا دانا المدادحة، عفوا جنى عويصات ودانا المدادحة على اللبس اللي وفروا لنا اياه، اللبس السعودي. شكرا لهم كثير، شكرا لوجودك معنا شيماء، تشرفنا بمعرفتك وصراحة ابداع وهيك شغل رايق يعني انيق وراقي. طيب رح نروح فاصل صغير نرجع لكم، ابقوا معنا. مشاهدينا من بعد الفاصل، طبعا كل واحدة ملتهية بحنتها وبتنفخ عليها بتستناها تزبط صح او تنشف بالضبط. طبعا احنا بنستقبل اتصالاتكم، مستمرين معكم باجمل السهرات، سهرات وانا سهرات دردشة بنات كيف. طبعا يا جماعة بس بدنا نحكي شغلة، بما انه يعني بدي أرجع وأحكيها، نغمتنا حبيبتنا التزمت بالحجاب، يعني هي كانت أميرة وأصبحت ملكة بالحجاب. تسلمي حبيبتي أمولة، هذا من ذوقك حبيبتي نغومة، ألف مبروك من انتهاي عمر العشرة. بحكي لك إنه ألف مبروك، بعد ما أنا مبسوطة عليك وهدايا، يعني هدايا بسيطة هيك بسيطة يعني أنا وحنونة. تفضلي إلي. تسلموا حبيبتي. يا حبيبتي والله يعني ما كان في داعي يعني. لا لا هذا شيء قليل عليك نغومة. طبعا تسلم والله الصراحة انبسطت كثير، واحنا كمان والله انبسطنا فيكي كثير كثير. شيك تاخذ الاتصال مع الفرحة عن جد كثير يعني لو اقولكم قديش مبسوطة ما بقدر اوصف لكم. بدي امسكه. الو مرحبا، معنا اسامة. عليكم السلام. اهلا حبيبتي، مين معنا؟ الحمد لله يا ساوير. الحمد لله تمام، من وين عم تحكينا؟ كيفكم؟ تمام الحمد لله. من وين؟ طبعا من هون. الو اهلين، مين معنا؟ بس حسيت الاسم اساور. اساور اساور اساور، انت من وين عم تحكينا؟ بس ممكن تعملي صوتك. من وين؟ السودان. أهلا طبعا السودان مشهورة عندهم الحنة. أكيد بتحب الحنة؟ أكيد. طيب شو بتحبي تحكي لأهل السعودية اللي عم بيحضرونا هلأ لأنه بمناسبة اليوم الوطني؟ كثير كثير بحبهم وبقول لهم كل عام وانتم بخير. وانتي بألف خير. طب في انتو عندكم يوم محدد لحتى تحتفلوا في بلدكم؟ ايش؟ في عندكم يوم محدد او يوم معين عشان تحتفلوا فيه ببلدكم؟ الاعياد المناسبات. طيب حبيبتي يسلموا كتير لاتصالك ونورتينا وانبسطنا كتير. طيب معانا ايلان. شكرا. هذا هلا بسوي فيك صوت صغير. يسلموا لاتصالك يا اساور. ومعنا ايلان، مساء الخير يا ايلان. ايش الاسم؟ الو مساء الخير. مساء النور، كيفكم؟ الحمد لله تمام، انا كثير بحبكم. وانا كمان اكيد بنحبك كثير. معنا ايلان صح؟ ايوه يا اهلا وسهلا. طب ايلان من وين عم تحكينا؟ من الرياض. من وين؟ الرياض. يا اهلا ويا سهلا باهل العاصمه الرياض اللي هي عاصمه المملكه العربيه السعوديه. انا كثير بحبكم وبتشكركم انكم مشاركينا فرحتنا باليوم الوطني، واحنا بنحبكم والله كثير 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 وايد. والله يحفظ بلادنا من كل شر. امين يا رب. امين حبيبتي ايلان. افراحنا
كل عام وانتي بألف خير ويا رب الشعب كله بألف خير. وطب احكي لنا يعني ايش بتحبي تحكي لأصدقائك وعائلتك بمناسبة اليوم الوطني؟ تهنيهم. بحب بهنيهم واحنا كتير مبسوطين باليوم الوطني، الله يديمه علينا وعلى بلادنا وعلى كل الأمة السعودية. وأمولة عيوني تفضلي. أنا كتير بحبك وأنا كمان بسمع نشيدك دايم. نعم. وبدعي لك دايما بالتوفيق. الله يسعدك يا رب. أختي ممكن تشارك معكم؟ طبعا أعطينا إياها. أختي سيلان. يلا. ألو مرحبا. ألو كيفك ميلان؟ ألو أهلا حبيبتي. معكم بيسان. مين؟ بيسان. بيسان أهلا وسهلا بيسان. كيف حالكم؟ الحمد لله تمام. بحب أقول لكم إنه إحنا فخورين جدا بمشاركتكم، فرحتنا وإحنا فخورين فيكم يا بنات الأردن، والله يسعدكم. وقناة كراميش بوجه لها أكبر تحية. وإحنا كمان نحبكم كتير وأمولة كتير. إحنا نحبك، كل البيت يحبك. الله الله يخلي لي البيت وأصحاب البيت. قناة كراميش بدون أمولة ما تسوى أي شيء. شكرا الله يسعدك يا ربي يا بيسان. أحب أهني الشعب السعودي باليوم الوطني، والله يخلينا قادتنا يا رب ويحمينا وطننا، ودعواتكم لنا وللأبطال الحد الجنوبي. الله يسعدك يا ربي يا إيلان. وإحنا كمان يعني أنا كمان بحبك كتير، أو عفوا بيسان وإيلان. أسماءكم كتير كتير حلوين يعني بيسان وإيلان. الله يسعدك. بشكركم وباي. الله يسعدك يا ربي يا بيسان، مع السلامة. والله يخلي لي اياكم كلكم اللي بتحبوني عن جد يعني، وتضلوا جنبي واضل جنبكم. طيب نغم تاخذ الاتصال. هلا مرحبا. معنا امل من بيروت. اهلا وسهلا فيك يا امل، كيف حالك؟ امل انت معانا؟ سمعت. اهلا يا امل، كيف حالك؟ الو هذا بس ما يكونش قطع. الو سامعتك حبيبتي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا السلام عليكم. شو اسمه؟ وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، سامعينك. ممكن تحكي لنا انت اكيد انبسطتي اليوم لانه كلنا فرحتنا مع بعض انه اليوم عيد الوطني السعودي، طب لمين بتحبي مثلا توجهي تحيه؟ سامعتيني يا شو اسمها؟ أمل شو اسمها؟ بيسان أو لا لا الملك سلمان. شيماء. لا بتقولك الملك سلمان بتحب توجه تحية. طيب راح الاتصال. أوكي راح الاتصال، ارجع اتصلك ماما. حنون تاخد الاتصال. أوكي. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ريم كيفك يا ريم؟ الو انا ريم. كيفك؟ ريوس معنا. ريوس كيفك يا ريوس؟ عليكم. اسمك ريم ولا ريوس؟ ريوس. ريوس ايش معنى اسمك ريوس؟ صح كثير. انا زيران. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفكم؟ الحمد لله تمام. بقول لك ايش معنى اسمك انت؟ أنا أحبكم. وإحنا كمان نحبك. أهنيكم باليوم الوطني أولاً. وأرفع آيات أسماء سهاني وتبركات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وإلى الأمير محمد بن سلمان. وإلى ولي عهدي الأمير محمد بن نايف. وإلى الأسرة المالكة. وإلى الشعب السعودي كافة. وإلى الوالدة وخواتي. مين كمان؟ وهنيكم أنتم خواتي. وإحنا كمان. وإحنا كمان بس إيسا من اتصالك نورتينا. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو مرحبا. ليان كيفك؟ الو
يا اهلا ليان، كيفك؟ الحمد لله. من وين عم تحكينا ليان؟ من السعوديه. يا اهلا وسهلا بكل اهلنا بالسعوديه. طيب من وين؟ من السعوديه. من جازان. من وين؟ ايوه. اهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، منورتينا واحنا جدا سعيدين بكل اهلنا بالسعوديه. طيب احكي لنا، لمين بتحبي تباركي وتهني بمناسبه اليوم الوطني السعودي؟ الحين لحتنا انا اهني كل الوطن السعودي، واحنا كمان طبعا اكيد بنهني كل الشعب السعودي. طيب شكرا لاتصالك ونورتينا. نغم تاخذي رغد. الو، مرحبا يا رغد، كيف حالك؟ الو رغد، سمعتينا؟ اهلا. اهلا حبيبتي رغد، كيف الحمد حالك؟ لله. قد ايه عمرك؟ رغد سمعتينا؟ الو. اه سمعتك يا رغد، ممكن تعلي صوتك بس؟ عم بسمع هون. طب من وين عم تحكينا؟ الو سمعتك. إذا أنت معلي صوت التلفزيون وطيه حتى نسمعك بشكل أوضح. طب يا رغد من وين عم تحكينا؟ ألو سامعتك يا رغد، روحي على مكان فيه تغطية. طب يا رغد، رغد من تقول لك نغم، من وين عم تحكينا؟ هي شكلها مش سامعة. آه يمكن راح الاتصال أمولا. آه راح. اوكي اعزائنا المشاهدين، رح ناخذ فاصل ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا، وطبعا يعني حتى بالفاصل مشغولين بالحنة، يعني ادمان الحنة وهوس الحنة عند البنات كلهم. طبعا نذكركم بصفحتها اللي هي شيماء اندرسكور حنة، او شيماء حنة بدون اندرسكور. اوكي طيب بنات، يعني عنا اتصال، تاخذي حنون. يلا. السلام عليكم. الو. عليكم السلام. اهلين، كيفك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن توطي صوت التلفزيون؟ سمعين من التليفون؟ وعليكم السلام. طيب يلا نستناك. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب كيف حالك؟ الحمد لله تمام. من وين انت؟ من السعودية. أهلا وسهلا. طب لمين بتحبي توجهي تهنئة؟ لمين بتحبي توجهي تهنئة بمناسبة اليوم الوطني؟ بمناسبة اليوم الوطني أنا هني الشعب السعودي باليوم الوطني، وإحنا كمان منهنيهم أكيد، والله يسعدكم دائما، ونضل كلياتنا الأمة الوطنية العربية بألف خير يا رب وسلام. أنا أهنيكم يا أهل الأردن باليوم الوطني، وإحنا كمان منهنيك، وإحنا منهني نفسنا كمان، منضل يعني أكيد يعني كلياتنا بلد واحدة. شكرا. عفوا حبيبتي، يسلموا اتصالك. يسلموا كثير على الهدايا مرة ثانية، عن جد يعني الصراحة أبسطوني. لا والمشكلة إنه أنا وأمل نزلنا على المحل ينفخ البلالين، أنا مش عارفة بس عن جد كانت مفاجأة كثير حلوة، ويسلموا لاهتمامكم، الله يخلي لي إياكم حبيبتي نغومة. تاخذي امل؟ يلا اخذ امل، اعطيكي جرعه امل. الو مرحبا. الو كيفك يا اموله؟ الو. الو مرحبا. السلام عليكم. كيفك اموله؟ اموله من اوليتها، اذا معلي صوت التلفزيون وطيه واسمعينا من التلفون. الو امولة سامعتينا؟ امولة سامعتك، من وين عم تحكينا؟ انا معان. انا وامل مشغولين. معان، اهلا وسهلا فيكي. من وين؟ معان. يعني الاردن.
طب لمين بتحبي توجهي كلمة بمناسبة اليوم الوطني السعودي؟ ألو تحكوا شو راح الاتصال؟ حابة أقول كل عام السعودية بألف خير. أمين يا رب. حابة أقول كل عام السعودية بألف خير وأنت بألف خير وأهم الشعب والوطن وأهلي وعائلتي وأصدقائي. أقول كل عام السعودية بألف خير. تسلموا حبيبتي. انت بخير يا رب. طب احكي لنا في عندكم يوم معين لحتى تحتفلوا فيه ببلدكم؟ من عمان ولا من معان؟ معان. الصوت ما اسمع. هي شكلها اصلا من السعوديه. لا هي حكت من معان. حبيبتي احنا مش سامعينك لانه صوتك واطي، ممكن تعلي؟ طيب راح الاتصال مش مشكلة. شكرا حبايبنا مشاهدينا، احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، كانت حلقة اكثر من ممتعة صراحة بوجود ضيوفنا اللي يعني عملوا لنا شغلات احنا بنحبها كثير حنا. فكل عام وانتم بألف خير كل الشعب السعودي، كل عام والوطن كله بألف خير، ويا رب كل البلدان وكل ايامهم الوطنية تكون بسلام وسعادة يا ربي، وكل عام وكل جمهورنا من السعودية اللي عندي كمان خصوصا على سناب شات او الانستغرام، بحبكم كثير والله يخلي لي اياكم. وجد يعني انا بستقبل كل رسائلكم عندي، وكلنا بنستقبل رسائلكم وانتقاداتكم ما دامت في شكل لطيف. بنحب نحكي لكم شوفونا يوم الخميس الجاي في نفس الساعة على قناة كراميش. نحبكم مرة نحبكم مرة كثير. نحبكم مرة. باي باي باي.